اسمع 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 يجي لك الداب. فك فك والله فكه 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 شوي خلينا نشوف خلينا نشوف بيجي علي زين. والله دقيقه خلينا نشوف بيجي علي زين دقيقه شوي 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 يزود سكر يزود انا ايش ذنبي انا تذوق. ها 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 خلص شاهيك وتعال انت قهوه. اليوم صباح اذا نقول من اليوم ما سلمنا على الشيخ. مرحبا الله يعز مقدارك. مرحبا ومسهلا. صراحه اذا جيتك اسلم عليك تلاحظني اذا قمت انا من النوم اجيك اسلم عليك واحط راسك. جزاك الله خير. هذا يا طويل العمر لازم نسويها كلها. جينا نقوم من النوم لصار الشايب او يعني هو شايب موجودين. الله يطول عمرك. اقول الصدق يعني. الله يجزاك. لا هو برياء ولا هو فيها شوي فيها شوي مصلحه. مو بواجد. قيل لك لازم جدول. لازم سكريبت له بجنب الجدول اللي يحطونه. جدول له. جدول له سلطان تقعد تغني الساعه كذا. بيقوم بيروح يحب راس الشيخ الساعه 12 بيقوم يغني. يقول في وحدة نسيت اسمها نسوني اللي كنت بقولها البارح اللي كنت بقولها الظهر اليوم نسيتها. ايه اسمها أم مدري والله وش العباسية. كانت مثلا أم ملكة وأم وزيرة كانت تمر على الشارع تعيل لها اثنين ايش حدو وهي أم جعفر العباسية. أم جعفر العباسية. واحد يقول اللهم ارزقني من خير ام جعفر. هي معها فلوس ولا فقيره؟ مليارديره. ايه. والثاني يقول اللهم ارزقني يا ربي من خيرك. من خيرك يا رب. قالت ام جعفر روحوا عطوا هذا اللي يقول اللهم اعطيني من خير الله. عطوا 5 قطع من الفضه. حلو. واللي يقول الله سلونا من خير ام جعفر عطوه دجاجه وداخلها 10 قطع من الذهب. ايوه شوف الحكمه في الموضوع. طيب جاء هذا وش سوى؟ الفقير هذا جوي يروح يعطي اخويه اللي يطلب الله اللي لا اللي يطلب حلال ام جعفر يعطيه 2 من الفضه. يقول عطني الدجاجه ابي اكلها. ما يدري ما يدري يعطيه الدجاج هو ياكلها يفتحها عين 10 ياخذها. سكت سكت. ثاني يوم نفس الحكايه عطى وخذ دجاجه نفس الحكايه يشتري منه الين مده 10 ايام. انتهت العشر ايام هذه جاء من؟ جات ام جعفر دعت اثنين لا دعت ذاك قالت هل وصلك خير ام جعفر؟ قال ما وصلنيش صني دجاجة تعطينها وأبيعها الدجاجة هذه أبيعها لإيش اسمه الرجال ذاك وأخذ حبتين وأخذ 2 فضة. قال طلب الله فرزقه الله وأنت طلبتنا فأخذ لك الله. سبحان الله. فأخذها قاعدة لا تعتمد إلا على الله في كل حالة. سبحان الله على المقولة هذه ما تسمع. انا اجلس اسمع او يا رب ترزقني لا يا ما ادري لا شغل ولا ما شغل يا رب تعطيني مثل ما اعطى الشيخ فلاح.